تشميت. صباح الفل. زين يطفى الطابة. مكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة بالتنسيق مع القطاع العملية العسكري من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال استيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيث تم حجز أكثر من 66 كيلوغرام من المخدرات كانت مموها بطريقة احترافية داخل مركبة معدة خصيصا لنفس الغرض. كما تمكنت الفرقة من توقيف 3 أشخاص ينحدرون من ولايات أخرى. التحقيق مستمر بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إلى غاية تقديم أمام العدالة.